في موقف آخر النهاردة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف إنساني من الدرجة الأولى، عايز أخد رأيك يعني فيه، استقبلته إزاي؟ وهو توجيه الرئيس السيسي للأجهزة المعنية بنقل الطالب محمد أشرف اللي وقع عليه سور المدرسة أو أحد المدارس يعني تحديدا في المرج للمستشفيات وللعناية به. والحقيقة ده كان استجابة لاستغاثة والدة محمد أشرف عبر السوشيال ميديا. شايف الموقف ده ازاي من الرئيس؟ والحقيقة ان هو لما اتكلم عنه قال ابني محمد، يعني قال وجهت الأجهزة المعنية بنقل ابني محمد أشرف. شفتي انت قلتي ايه؟ ابني محمد أشرف. خدي بالك، هو اب، هو انسان. مش كونه رئيس دوله ده معناه انه فاقد مشاعره وفاقد انسانيته وفاقد دمعته ان هي تنزل من عينيه. واما يشوف واحد محتاج الحنيه، ده لولا الملامه يا استاذ رهاب كان كل بنت من المعاقين خدها في حضنه وضمها وقال لها انا ابوكي. فهو بني ادم وانسان، ولد نزل عليه السور وامه بتستغيث والاستغاثه وصلته. بس اللي بيزعلني، طب الاستغاثه ما بتوصلش الرئيس، ما هو الرئيس مش فاضي للاستغاثات دي، في مليون حاجه وراه، في مليون ثعلب ومليون تعبان مستنيين. الناس ما تشوفش شغلها ليه وتسمع الاستغاثات دي وهو مفوضهم ويديهم هذه المهام، المحافظين والوزراء والمسؤولين. هو بس هو اللي يتحاسب قدام ربنا، الناس دي تتحاسب قدام ربنا. طب واللي مش قادر يوصل صوته للرئيس؟ فين المحليات؟ فين المسؤولين؟ فين المدرسين؟ فين الموظف؟ فين المديرين؟ فين المتخصصين يا استاذ ريهام؟ انا بستغرب ساعات، بعد عدد من الساعات هنقف نقول لربنا ايه؟ اما الدنيا تتهد علينا كلنا وتقوم القيامه. هنقف نقول له اصل سياده الرئيس ما قالش. هل ان الاوان ان كلمه فيروس توجيهات السيد الرئيس تنتهي وكل واحد يشوف شغله بما فيهم يسيبوا الرئيس يشوف شغله، عشان عندنا مليون تعبان مطلوب يتحلوا، مطلوب الناس دي كلها تأكل المصريين عشان ما مدش ايدي لحد، مطلوب اسلح المصريين عشان ما مدش ايدي لحد. عندي مشاكل اكيد يا ستلو، فكل واحد يشوف شغله، مش لازم واحده تستغيث بسياده الرئيس عشان يحل المشاكل دي.